السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم في الفيديو السادس من سلسلة جافا سكريبت. هنكمل كلامنا إن شاء الله في الفيديو ده عن السترينج في الجافا سكريبت. كنا في الفيديو اللي فات اتعلمنا ازاي نعرف متغير من نوع سترينج، وعرفنا اللوب والوريت اسمها لينث، وعرفنا ازاي من خلال الاندكس نجيب كاركتر معين من الكاركترز اللي بتكون منها السترينج بالشكل ده. اس اوف 4 يجيب لك الكاركتر اللي الاندكس بتاعه 4، او اس دوت بار ات. النهارده ان شاء الله هنعرف العكس، ازاي من خلال الحرف او الكلمه نجيب الاندكس بتاعها. هنتعرف في الفيديو ده على ثلاثه بيلت ان ميثودز او بيلت ان فانكشنز مهمين، هما سيرش واندكس اوف ولاست اندكس اوف. نبدا مع بعض. هنعمل هنا ريفرش وهنقول اس. لو قلنا اس دوت سيرش، ودي اول فانكشن هنتكلم عنها، ودخلنا كلمه جافا، هيرجع لي سالب واحد. ميثود سيرش ديت المفروض بترجع لك الاندكس اللي تبتدي عنده الكلمه دي، تمام؟ طيب الكلمه ديت موجوده هنا اهي، بس ديت كاتبينها كلها لور كيس. هنا بدايه اول حرف في الكلمه كابيتال، فده اول ملحوظه نعرفها عن ميثود سيرش، ان اللور كيس والابر كيس بيأثر عليها، فلازم تكون الكلمه زي ما هي مكتوبه بالظبط، فيها حرف بدايتها كابيتال، فهنا لازم في السيرش تكون بدايتها كابيتال. لو قلنا جافا هيرجع لي 6. ايه الست ده؟ ده الاندكس بتاع حرف الجي. هنا اداء 0 1 2 3 4 5 وده الستة. اذا سيرش بترجع لك الاندكس اللي بتبتدي عنده الكلمه دي. طيب لو قلنا مثلا سيرش اوف اي هيرجع لي 1. عندنا هنا اي وعندنا هنا اي، او دي اي كابيتال. طيب نغير الجمله مثلا ونكتب هنا وليكن اي، وهنا برضو جافا، هنا كوما مثلا علشان نعرف نوصل للملاحظات اللي عايز اقولها لكم. لو قلنا اس هيجيب لي السترنج بتاعي. لو قلنا اس دوت سيرش اي جاب لي 1. احنا عندنا اكتر من اي، بس هو بيجيب الاندكس بتاع اول حرف بيقابله، بيماتش البارامتر اللي احنا دخلناه هنا ده. هو بيمشي كده بالترتيب من الشمال لليمين. جميل جدا. هنرجع لسيرش دلوقتي، بس هنتكلم عن ميثود تانية اسمها اندكس اوف. لو قلنا اس اوف اندكس اوف الاي برضه رجع لي 1. بتعمل نفس الوظيفه اللي بتعملها سيرش، بترجع لي الاندكس بتاع الكاركتر اللي داخل، او الاندكس بتاع اول كاركتر في الكلمه اللي داخله جواها. بس في فرق واحد ما بين السيرش والاندكس اوف. هنا ممكن الاندكس اوف تاخد منك بارامتر تاني. البارامتر التاني ده هو الستارت اندكس اللي هتبدا عنده. يعني احنا هنا قلنا اس اوف اندكس اوف الديفولت بتاعه هيبدا من الزيرو، هيبدا من اول السترنج، يعمل سيرش كده يمشي واحده واحده لحد ما يلاقي الاي، هيرجع لك الاندكس بتاعه. احنا ممكن هنا نقول له لا، ابدا من السترنج، يبدا من الاندكس واحد، هيجيب لي واحد برضه. طب لو قلنا له ابدا من الاندكس اثنين هيجيب لي سته. ليه بقى؟ بدا من اول هنا، والاندكس ده اللي هو اثنين، فده اثنين ثلاثه اربعه خمسه جاب لي الاي ديت اللي هي سته. تمام جدا. طب لو قلنا اي وابدا من الاندكس مثلا تسعه رجع لي سالب واحد. سالب واحد معناها ان هي مش موجوده. لو بدانا من الاندكس تسعه لو زيرو واحد اتنين تلاته اربعه خمسه سته سبعه تمانيه تسعه، بدا من اول هنا، قعد يسيرش عن الاي سمول 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 ما لقاهاش خالص، فرجع لك سالب واحد. فسالب واحد معناها انها مش موجوده في السترنج اللي انت بتسيرش فيه. جميل قوي. يبقى كده اتكلمنا عن ميثود اسمها سيرش، وميثود اسمها اندكس اوف. الاثنين بتدخل لهم كاركتر او كلمه، وبتجيب لك الاندكس بتاعه بدايه الكلمه دي، او الاندكس بتاع الكاركتر ده. بس الفرق بين سيرش واندكس اوف ان اندكس اوف بتسال منك بارامتر تاني، وهو الستارت اندكس بتاعك اللي بتبدا من عنده. اخر ميثود هنتكلم عنها هي لاست اندكس اوف. لاست اندكس اوف ديت بتبدا من ورا. يعني احنا هنا خلينا نشيل البارامتر التاني ده ونقول لاست اندكس اوف ايه؟ جاب لك 6، بس اندكس اوف جابت لك 2 او 1، اسف 1. لاست اندكس اوف ده بيبدا يسيرش من ورا بالشكل ده، واول ايه بتقابله اللي هي ديت يجيب لك الاندكس بتاعها اللي هو 6.
يبقى الفرق بين اندكس اوف وسيرش واضح، ان اندكس اوف بتاخد بارامتر تاني اللي هو ستارت اندكس، والفرق بين الاندكس اوف واللاست اندكس اوف ان اندكس اوف بتبدا من الشمال لليمين، ولاست اندكس اوف بتبدا تسيرش من اليمين للشمال. كده ابقى خلصت الكلام اللي عايز اقول لكم الفيديو ده. اشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله، هنكمل كلام عن الجافا سكريبت سترينج. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.